دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حزبها المحافظ لمحاولة تشكيل ائتلاف ثلاثي مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وقالت ميركل إن حزبها يجب أن يعقد اجتماعا لأعضائه لتصويت على اتفاق على تشكيل ائتلاف. وفاز المحافظون في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الجاري بأعلى نسبة، لكنها غير كافية لتشكيل حكومة دون شريك.